أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. جامع السراجي بقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة تم بناؤه عام 1727 ويبلغ عمره قرابة 3 قرون وتبلغ مساحته نحو 1900 متر مربع. يحتوي على منارة بارتفاع 11 مترا وقد بني من مادة الطين، إلا أن هذا الجامع الأثري تم هدمه اليوم بإشراف من محافظ البصرة أسعد العيداني بحجة أن الجامع يعرقل سير السيارات في الشارع الذي نزل على الجامع ولم ينزل الجامع عليه. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق حول الموضوع بأن محافظ البصرة أسعد العيداني قام بهدم وإزالة جامع السراجي ومنارته التراثية بعد أن وعد سابقا بأنه سيفكك منارة المسجد ويعيد بناءه حفاظا على قيمته التاريخية والتراثية. وأضافت الهيئة في بيان لها بأن هدم منارة الجامع تم بطريقة مهينة وفي مشهد اجتمعت فيه صور الإذلال والاستخفاف بمشاعر أهالي البصرة، موضحة أن الهدم تم رغم اعتراض دائرة الآثار والتراث في محافظة البصرة التي دعت إلى تفكيك المنارة وترقيمها ومن ثم إعادة بنائها في حرم الجامع، إلا أن العيداني المتورط بملفات الإرهاب والفساد في المحافظة كما قالت الهيئة والذي حضر عملية الهدم بنفسه برر ذلك بالحصول على موافقة ديوان الوقف السني في البصرة وبذريعة بناء جامع بدله. وقد حملت هيئة علماء المسلمين في العراق مديرية الوقف السني في البصرة مسؤولية جريمة هدم الجامع ووزر التفريط بأوقاف المسلمين وأثار العراقيين في البصرة. وختمت الهيئة بالقول بأن الممارسات الطائفية لمحافظ البصرة وسعيه الحثيث لإثارة الفتن لن تفرق صفوف العراقيين وتفتت لحمتهم ولن تمحو تاريخ البصرة وهويتها الحقيقية. من جانبها اعتبرت وزارة الثقافة والآثار هدم جامع السراجي في البصرة بأنه تعد على التاريخ الحضاري والتراثي للعراق، وذكرت الوزارة بأنها ترفض المساس بأي بناء يحمل سمة تراثية أو آثارية سواء كانت دينية أو مدنية، إذ أنها لا تعد ملكا لديوان أوقاف أو وزارة أو هيئة أو محافظة، وإنما هي ملك للتاريخ الحضاري والتراثي للعراق. وأكدت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي يشجع ويعمل على إلحاق الضرر بشكل مقصود أو عفوي. بدورها طالبت مفتشية آثار وتراث البصرة بإيقاف أعمال الهدم والبناء لجامع السراجي محملة الجهات المنفذة التبعات القانونية. دعونا نتابع لحظات هدم مسجد السراجي التاريخي بقضاء أبي الخصيب في البصرة بإشراف من المحافظ أسعد العيداني وسط فرحه بهدم المسجد، فلنتابع. Thank you.
تاريخي وبعض على الأصوات، لكن شفت اليوم بعد ما أنه بدأ عملية الإزالة طبعاً بالتنسيق مع الأخوة الوقف السني مشكورين أنه هذا المسجد كان في منتصف الشارع الآن تم إزالته، وتسوى الآن هاي الأنقاض ترفع وتسوى الأرض وسنبني مسجد جديد من قبل محافظة البصرة. النتيجة راح تكون الشارع خدمة لكل البشر، ما أريد أقول لكنه هو سيؤدي خدمات لكل المجتمع ويكون مسجد جديد يليق بالمصلين. نبقى مع ملف هدم جامع السراجي الذي تفاعل عليه عراقيون اليوم، ربما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق تسجيلا صوتيا سابقا لمحافظ البصرة أسعد العيداني يتحدث فيه بأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المسجد ونقله بصورة سليمة. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. الذي أتحدث به هو موضوع جامع السراجي، طبعا بالمناسبة مو جامع السراجي، جامع السراجي اللي قبله اللي قرب الجسر، هذا الجامع الثاني. هذه مساجد قديمة عمرها من 1727. المشكلة أنهم ما يعرفون أنه المسجد مو هو التاريخي، المنارة فقط باقية تاريخية، بينما المسجد رمم وعمر أكثر من مرة وتعمير بائس مع الأسف. اتفقنا مع الإخوان بالوقف السني لأنه هذا المسجد صار في الطريق، وتوسعة الطريق راح تكون المنارة في توسعة الطريق. أعتقد يوم من الأيام أنه مرورنا أنا والأخ الدكتور ماهر وكيل وزير التخطيط، أكو تقنية سابقا مستخدميها العراق أنه هذه المنارة تنقل، يمكن أن تقطع إلى 4 أجزاء أو 5 وتنقل كمنارة وترجع تنصب مرة أخرى. هذه واحدة من الطرق. والطريقة الثانية حكينا والأخوة مفتشية الآثار بالبصرة وعندهم طريقة أن يفككون المنارة ويرقمون الحجر مالتها، يعني طابقة طابقة، أنا جاي أشرح تفاصيل حتى اللي بدوا الهجمة يفهمون أنه إحنا ما عابثين ونيجي نحط شفل ونفلش منارة عمرها أكثر من يعني من 1727 سنة. فهذه القضية عليهم أنه يسألونه، وبعدين الآثار الإخوان قالوا عندنا طريقة ممكن أنه ترقم الأحجار أو الطابوق وحدة وحدة ويعاد نصبها من الأدنى إلى الأعلى مرة أخرى وترجع تنصب المنارة. يعني كلام المحافظ أسعد العيداني يفند ما عمله اليوم في التسجيل، قال لا يمكن هدم المنارة أو المسجد عن طريق الشفلات أو الآليات، ولكن اليوم تم هدم هذه المنارة، والذي يعترف هو بنفسه بأن المنارة تعود إلى عام 1727. في سياق متصل أعاد ناشطون نشر لقاء سابق لخالد الملا المقرب من إيران، حيث وصف فيه جامع السراجي بالبصرة بالمسجد البائس وبأنه يقطع طريق المسلمين، فيما اتهم المدافعين عنه بأنهم صعاليك على حد وصفه. فلنتابع. منارة بجامع السراجي، منارة بطريق المسلمين، منارة أكو كم واحد صعلوك، واضحة هاي؟ رادي زايد على أساس هو حريص. وين؟ هسه أقول لك، أساس هو حريص على الجوامع. ما هاي المنارة بوسط الشارع، كل ما يتعدون سب علينا من الصبح، اللي يجي يسب أهل السنة واللي يرجع يسب أهل السنة. ليش؟ إجا المحافظ الرجل الآن يسمعني، محافظ البصرة، إجا لهم قال لهم يا إخوان بشوف الدلال لأهل السنة باوع وتقولوا مضطهدين. وين مضطهدين يا عمي؟ وين مضطهد؟ إجا المحافظ قال لهم أي محافظ؟ محافظ البصرة الحالي السيد أسعد العيداني. أسعد العيداني إجا قال لهم أنا أبني لكم يعني شوية أبعد المسجد خطوتين عن الشارع، لأن بطريق المسلمين هذا بطريق المسلمين. اي نعم. قالوا لا هذا تاريخنا وهذا مسجد. طلع واحد بالتلفزيون قال 700 سنة، هو ذاك يوم الأوقاف زمن قبل 2003 صلحوا جامع أصلا خطية بائس. ترى كم سيطرة وكم بيت مسؤول يقطع شوارع المسلمين في العراق، في بغداد وفي المحافظات العراقية الأخرى.
تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر تسبب سيطرة أمنية في محافظة البصرة بازدحام شديد في الشارع، متسائلين وتساءل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي عن سبب استهداف جامع السراجي دون غيره من قبل السلطات. فلنتابع. والله ما له داعي قاطعين هذا الشارع، والله ما له داعي، والله يخفف عن الازدحام هذا الشارع، الله أكبر، والله يخفف عن. شارع خدمي ويخفف عن الازدحام بعد قاطعينه ليش؟ هسه هو بيت الله، هسه هو المنطقة الخضراء مقام، بعد علي من عم تعترضون على جامع السراجي؟ كل من مطلع لسانه ايش كبره وايش قد على الجامع. بالمقابل عاد عراقيون نشر مقطع سابق لكيفية تعامل السلطات التركية مع مسجد السلطان سليمان الذي يعود إلى عصر الدولة الأيوبية، حيث نقل من قضاء حسن كيف بولاية باتمان جنوب شرقي تركيا من مكان إلى مكان آخر بسبب مشروع سد مائي يقام في تلك المنطقة. وأكدوا بأن الواجب على الدولة هو حماية إرثها الحضاري، بينما تمارس أحزاب السلطة الحاكمة في العراق أشكالا متعددة لتدمير حضارة العراق وطمس هويته. وقارنوا بين تصرف السلطات الحكومية في العراق وبين السلطات التركية في الحفاظ على إرث وتاريخ البلاد. دعونا نتابع هذه اللقطات المتداولة. هذا التصرف لا يقتصر فقط على الأتراك، ولكن في كل دول العالم يتم احترام الإرث التاريخي إلا في العراق. وقد عم الاستياء بين أوساط شعبية ومعمارية ودينية وتراثية وبين ناشطين وصحفيين بعد إقدام الحكومة المحلية في البصرة على هدم منارة جامع السراجي الأثري. دعونا نتابع تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. الصحفي العراقي عثمان المختار غرد قائلا: أي شيء يتعلق بتاريخ وأصل المدن سيجدون ذريعة لاقتلاعه بعد تغيير تركيبة سكان هذه المدن دمويا. منارة جامع السراجي لن تكون الأخيرة، بعد عام أو اثنين سنسمع أن تمثال أبو جعفر المنصور يعرقل مشروعا لتوسيعة طرق بغداد، تذكروها وسجلوها عليه. عائشة العبيدي تقول: بلغنا من الرثاثة إلى مستوى هدم الإرث الإسلامي من أجل شارع، لا فرق بين من هدم منارة الحدباء وبين من هدم منارة جامع السراجي، كلاهما يمثلان الإرهاب وهدفهما طمس هوية وتاريخ العراق. محمد يقول: سابقا كانوا يفجرون المساجد بحجة داعش وتحت هتافات طائفية، اليوم يتم إزالة المساجد التاريخية بشكل رسمي بحجة تعبيد الطرق، لكن تبقى الأسباب.
لو كانت المسألة إدارية كان من الممكن نقل المسجد باستخدام طرق متعارف عليها أو استبدال الطريق بمكان آخر، ويستمر تدمير العراق بهدم جامع السراجي. ليث يقول: جريمة كبيرة بحق التاريخ في البصرة، هدم جامع السراجي في أبو الخصيب الذي بني في سنة 1727 عمره 3 قرون، هكذا ببساطة تم هدمه وتسويته بالأرض بحجة أنه يتجاوز على الطريق ويتسبب بازدحامات، بينما لو أردنا أن نصنف الأشياء فالطريق هو من يتجاوز عليه لأن الجامع هو الأقدم. وكما أشرنا في البداية الشارع نزل على المسجد ولم ينزل المسجد أو الجامع على هذا الشارع. معنا أبو سمية من محافظة الأنبار، أرحب بك معنا أبو سمية. أبو سمية، لماذا لم يفي محافظ البصرة بنقل منارة المسجد على الأقل بطريقة حضارية من خلال خلينا نقولها باللهجة العامية تفصيخ المنارة ونقلها إلى مكان آخر؟ لماذا تم هدم المسجد في الليل ووسط حضور المحافظ وهو فرحان ومكيف؟ مرحبا بك معنا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الكريم، قبل كل شيء محافظ البصرة والقوات العراقية التي ساعدته على هدم هذا المسجد تعاملت بطائفية وازدواجية مع مسجد للسنة قديم في هذا المكان، لكن هو قال بأنه تم بموافقة الوقف السني. سيدي الكريم، نعم. الوقف السني يعني حاشا القلة التي فيه دائرة متخاذلة لا تستطيع حفظ أملاك المسلمين من المساجد وغيرها، فهؤلاء هم يجارون الحكومة في البصرة على أهدافهم الطائفية ويتخاذلون أمامهم، فلا خير في دائرة تتخاذل عن حماية أملاك المسلمين. يا نعم. سيدي، لماذا لم يتم تفكيك المنارة؟ هو يقول، هو قال بأنه المسجد رمم أكثر من مرة، ولكن المنارة على شكلها ووضعها منذ عام 1727، لماذا لم يفي بما قاله سابقا في إحدى التسجيلات الصوتية المنشورة بأنه سوف يتم تفكيك المنارة التاريخية ونقلها إلى مكان آخر؟ سيد الكريم، نعم. هذه فرصة لكي ينفث سمه طائفي، لا هو يستطيع أن يفكك المنارة، لكنها فرصة لنفس سمه الطائفي على مساجد أهل السنة. وهذه الحكومة الميليشياوية تتعامل بازدواجية مع مقدسات المسلمين خلال العراق، فإن مقدسات السنة من المساجد وغيرها يمكن التجاوز عليها، لكن مقدسات زيد وعمر في محافظة أخرى لا يجب التجاوز عليها. نعم. كم شارع مقطوع بسبب أنه المسؤول الفلاني أو الزعيم الحزب الفلاني موجود ساكن بهذا الشارع منذ عام 2003 ولغاية الآن؟ ليش هذا ما يعرقل المسلمين وهذا يعرقل المسلمين؟ يتساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الأمر أصبح متعارفا أن بيت المسؤول مقدس، لكن المسجد ليس مقدسا بالنسبة لهؤلاء الحكومة الميليشياوية. أما المحافظة على التراث وعلى الأملاك التراثية وغيرها، سيد الكريم، بكلمة بسيطة أقول: هؤلاء لا يحافظون لا على الماضي ولا على الحاضر ولا على المستقبل. بكلمتين: جاء ليهدم. وشكرا للبرنامج. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. معنا اتصال من بغداد بس ما سمعت الاسم. اتصال من بغداد، أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ جامع قديم. نعم. بالنسبة للجامع قديم. نعم. وصاد الشارع. وهي الدولة هي بكيفها. إيه. وهي صاد الشارع على المسلمين. نعم. لا طائفية ولا هاي. ليش ما نقلوه بشكل حضاري مثل ما تعاهد المحافظ؟ من حال علي شو نقله؟ شلون؟ نقله من اللي شو الإمامين؟ ولا حشد ولا قلتوا. دعوة مخبوصين. والله عيب عليك هذا الكلام. والله عيب عليك هذا الكلام.
لأن هذا بيت الله سبحانه وتعالى مو بيت مذهب معين. عيب عليك هذا الكلام. كل هدم اسمع اسمع اسمعني زين اسمعني زين اسمعني زين كل هدم لمسجد كان للشيعة أو للسنة حرام ولا يجوز. وعيب عليك هذا الكلام الطائفي. خلاص أنا ما راح أكمل وياك ما راح أكمل وياك. لو كانت كنيسة تاريخية هم يصير هدمها بهذا بهذا الشكل؟ ما يصير. يعني هذا أول شيء تاريخ البلد، هذا تاريخ البلد عمره 3 قرون. عيب عليك يعني أنت بهذا تعبيرك الطائفي. ما أعرف ده شلون تفكر، ما أعرف ما أعرف شلون تفكر والله. ده نقول لك تاريخ العراق بغض النظر هو مسجد، بناية، مكتبة، كنيسة، أي شيء يحمل حضارة وتاريخ العراق وأحد معالم العراق، أنت جيت دخلتها بهذا الموضوع. بس مع الأسف مع الأسف هناك طائفيون كثر مع الأسف. نعم، خلونا ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين وإجرافيك حول مسجد السراجي الذي هدم اليوم في محافظة البصرة. نتابع ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا عنها. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. ارحب بك معنا اخي عبد الرزاق، تفضل. حياك الله دكتور. يا اهلا بك، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. تعقيب على الاخوان ابو سميه من الانباب والاخ ابو علي من بغداد. نعم. اقول عيب عليكم انتم الاثنين، يعني يكون خطابكم لحد هذا اليوم خطاب طائفي. يا أخوان خلونا نغادر الطائفية، ترى الطائفية ما تبني، لا تبني أوطان، لا تبني إنسان. فالخطاب الطائفي يهدم الشعوب، يهدم السلم المجتمعي. فيا أخوان ارتقوا شوية بعقولكم ونظروا للعراق، هو البلد موحد، ما أريد تشتت والاثنين والاثنين هم دينهم واحد. عيب عليكم واحد يحسب بالطائفية، واحد يحسب بالتهديم سامراء. عيب. اللي هدم سامراء هو شخص عدو للإسلام ومو عراقي ومعروف ونعرف وانكشف. واللي خلق الطائفية بالعراق هو مو عراقي.
فيا اخوان ارتقوا بعقولكم، ارتقوا بافكاركم، فكروا ببناء الوطن، فكروا بوحدة الوطن، فكروا بالاخوة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم يا اخوان. زين اخي عبد الرزاق، هسه احنا بدنا نحكي على معلم تاريخي، وتعهد في وقت سابق محافظ البصرة بأنه هذه المنارة التاريخية اللي عمرها 300 سنة تقريبا راح تتفكك وتنشال بغير مكان بطريقة حضارية، بطريقة معمارية هندسية وإلى آخره. ليش ما سووا هذا الشيء؟ دكتور عمر، أنا جايز اختلف عن رأي الإخوان كلهم. نعم. بالنسبة للمحافظ المفروض أكو إذا ما يعرف هو يستشير، لأنه التهديم سهل. نعم، هو بكلامه أخي عبد الرزاق، هو بكلامه بالاتصال قال نعم. احنا مع المختصين تعهدونا لجان انه يستطيعون ان يفككون هذه المنارة، هناك لجنة قالت بانه نستطيع نفكك المنارة من 4 إلى 5 أجزاء ونقلها الى مكان ثاني، ولجنة اخرى مختصة قالت نقدر نفككها، يعني شلون يقول طابوقة طابوقة. ليش ما سووا هذا الشيء كل هاي الفترة؟ تدري صار للموضوع تقريبا سنتين. إذا هو أنا ما سمحت، بس إذا نعم. هو قايل هذا الكلام يدان على هذا العمل. نعم هو قاله وعرفناه قبل شوية. يحال إلى لجان تحقيقية. نعم. إذا أكو لجان مختصة بهذا الشيء المفروض ينقل. أما حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة والآثار اليوم في بيان قوي يعني استهجنت هذا العمل، قال سوف نلاحقهم قانونيا. نعم. إذا كان أكو لجان مختصة وخبراء ينقلون هذا الجامع من مكان إلى آخر. نعم. لا هذه دانة كاملة بحق المحافظ. نعم. لكن يا دكتور عمر، أي شيء إحنا شوف هسه اليوم ما شاء الله إحنا مع احترامنا للأولياء الصالحين. نعم. لكنه يا أخي أكو مثل مصري حلو يقول يا دكتور عمر، خلينا شوي أخذ من وقتك. نعم. يقول الحي أولى من الميت. نعم يا أخي، إحنا ما يصير نهتم بالقبور، إحنا مو ناس قبورين، إحنا ناس أحياء. نعم. نقدم خدمة للأحياء اللي نعم. عايشين. إحنا هسه شوف الخلاني شد ما في المساحة، وشد نسوي اختناقات يا أخي، أقل المساحة مالك الشيخ عبد القادر شد ما في المساحة، جامع أم طبول شد ما في المساحة، يا أخي أقللها المساحات. أبو يا أخوان ما يصير هيك. أخي عبد الرزاق، أخي عبد الرزاق، المفروض تقليل المساحة. أهم شيء أنت هذا. أخي عبد الرزاق، هذا تيجي زوره. أخي عبد الرزاق، هذه الآثار بكل دول العالم، وإحنا أشرنا قبل شوية، هذه ما يلعبون بها، وحتى إذا ريد ينقلوها ينقلوها بطريقة مختصة. هذه الآثار اللي موجودة اللي أنت ذكرت قسم من عندها، هذا التخطيط العمراني يوقع على مسؤولية مثلا أمانة بغداد أو اللجان المختصة لتوسعة الشوارع. نعم. 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 مو أنت تجي تبني مدينة أو تسوي الشوارع وتقول والله هذا ضايقني، وين تخطيطك العاد؟ وين المهندسين؟ وين وزارة الإسكان والإعمار؟ نعم. ما معقول هذا الشيء. يعني إحنا بعد 20 سنة بعد 20 سنة لا كهرباء ولا مي ولا خدمات، والمواطن عايش الضيم، وهاي وقفت هاي جامع السراج، خلينا نشوف بالله بعد اسبوع شو راح يصير حال العراق. ما معقوله يعني. يعني اليوم انا اجي على مثلا كنيسه مثل ما داعش بالموصل وفلش كنائس وفلش معالم حضاريه، اوافقه هذا؟ ما يصير. نعم. العقل الهمجي احنا ضد العقل الهمجي، لكنه نعم. ترتيب وتنظيم. يعني يا معود، مسؤول من 2003 لليوم، احنا 23 20 سنه ببغداد وغير المحافظات، ساد 4-5 شوارع ما حد يقدر يفوت، ماشي ما يقدر يفوتون. صحيح. خلينا نكون واقعيين. نعم صحيح. نعم. لكنه اتمنى على المسؤولين، ويعني يعني اتفاق ويا ثق الآثار. ثق يعني اخي عبد الرزاق، لو احنا على قدر لو الموجودين في السلطه في العراق على قدر من المسؤوليه، ما يلعب باي اثر. شوف بايران، راح اذكر لك في ايران اليوم. انت روح لايران، قامت الثوره في 79، روح شوف قصور الشاه
واثاثه موجودة. وكل موجودة. غرابه موجوده على حطتها. ليش؟ لان دول تحترم تاريخها بغض النظر تاريخها سلبي ايجابي بالنسبه للنظام اللي يجي وراها. هذا تاريخ حقبه تسجل، مو اجي اني افلش. يعني هاي ايران بصفر. الله يخليك. نعم دكتور عمار. نعم الله يخليك. احنا اذا يوميه طالعنا ولي هذه قبر ايش اسمه السيد فلان، نعم، وهذا قبر سميته ما اعرف ايش، وبعد مساحه للمواطنين ماكو اذا على هالحسبه هذه. يعني اذا هذا اذا يطلع اللي انت تقول عليهم طلع قبل شهر او ست شهور. نعم. هذا نعم. عمره 300 نعم. سنه. يعني هذا الكلام ينسحب على 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 معلم تاريخي، على على مسجد، على كنيسة، على حسينية، على أي شيء بغض النظر. هذا أماكن تاريخية. هذه المفروض أكو ناس مختصين ينقلوها، أما تهديم لا. حتى لو كان هناك معبد يهودي تاريخي ما يلعب به بطريقة أكو لجان دولية اليونسكو أكو كذا حتى يبقى أثر. أثر عمي الناس تصرف مليارات حتى يكون والله عندها حضارة وتاريخ، حتى تجيب سياح، حتى تقول إحنا عندنا هوية عندنا حضارة، وإحنا بلد عمر أكثر من 7000 سنة. نجيب ونفلش، نجيب ونهدم. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من باب الكانة معنا. نذهب إلى ملف آخر من ملفات اليوم وما تداوله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. مركز شرطة بدورية واحدة فقط ويغطي نصف مدينة الكوفة الواقعة في محافظة النجف. هذا ما قاله أحد المواطنين، بأن دورية شرطة واحدة فقط في مركز شرطة ميثم التمار. وبحسب المواطن كما قال، فإن هذه الدورية هي التي تقوم بكافة نشاطات المركز من إلقاء القبض وإيصال المتهمين ودوريات حفظ الأمن. تساءل المواطن عن الآليات والتجهيزات في مراكز الشرطة. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن. سبق من بلغته قلت لك أستاذ، الآليات والدوريات اللي موجودة بالمراكز عددها كلش قليل، وكلها تعبانات وعاضات. هسه مثلا عندك هاي الآلية، هذه شوف، هذا مركز شرطة ميثم التمار، ما عندهم بس دورية واحدة اللي هي هاي خلفي. هاي الدورية عليها مناطق نصف مدينة الكوفة، يعني مثلا يا منطقة آل عيسى، الكام، شارع المعمل، عايز بوضع عايز تموز، المطار، شارع المعمل القديم والجديد، يعني نصف مدينة الكوفة عليها هاي الدورية. عليها شنو؟ فرق جوالة، هاي عليها تنقل المتهمين توديهم للمحكمة وترجعهم. هاي الدورية عليها أوامر القبض. هاي الدورية عليها الحوادث والمشاجرات تصير، يعني نصف مدينة الكوفة معتمدة على هذه الدورية. أما الآليات اللي خلفنا، هاي اثنية من عدهين مدير شرطة قضاء الكوفة، وذيك الآلية الأخيرة مو المدنية اللي بصفها، هذيك إلى ضباط الشفت. هاي الآلية يومية عاطلة، ويدفعون فلوس العطل من رواتب السواق اللي يسوقون بها هاي الدورية. يوم يعني كل ما تعطل 50-100 ألف يدفعون هم من عندهم. فيا قائد شرطة النجف، الآليات اللي موجودة بالمراكز هاي، طيتك مثلا لسه مركز شرطة ميثم التمار، الآليات اللي بشرطة مراكز الشرطة الستوتة أسرع من عندهم. وتخيل نصف مدينة الكوفة معتمدة عليهم على هاي الدورية اللي خلفي. الناشط الذي تم اعتقاله سابقا في البصرة بسبب شكوى تقدم بها محافظ البصرة أسعد العيداني على الناشط الإعلامي حيدر الحمداني، يروي بفيديو مصور تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة على طريق النجف الديوانية. دعونا نتابع ما حدث مع الحمداني. إلى قائد شرطة النجف اثناء هسه عودتي من كربلاء المقدسه، نتفاجئ بسياره بي ام قرب ملعب السنبله يم المجسر قبل السيطره. سياره بي ام صفنا سلاحه طلقته اللي فوق وبسرعته واختفى، دخل باحد الافرع. ننزل للسيطره اللي سيطره الديوانيه، نقول لهم يابا اخوكم الاعلامي حيدر الحمداني بشوفوا لنا الضابط، يابا اكو سياره ايضا واقفه
بعد البي ام تنتظرنا ما اعرف ويانا ما نعرف شنو الفيلم اخوان. اتفاجئ الضابط طبعا على نومته بالغرفه يطلع لنا المنتسب يقول والله مو يمنا خلي يروحون مركز الشرطه يشتكون. شنو مركز الشرطه؟ شنو مو يمنا؟ معقول اخوان صدق كذب؟ ساعه ثنتين سيطره ما لها علاقه بالموضوع؟ سيطره ما لها علاقه بالموضوع؟ يعني هسه احنا طلعنا من الديوانيه باتجاه السماء وهسه رايحين على مسؤوليتنا. تخابر العمليات يقول لك الله يوفقك ويحميك، تروح للسيطره يقول لك مو يمنا. زين هاي السيطره المهم خليها اخوان، هاي السيطره شنو دورها؟ شنو مهامها؟ ما معقوله يا اخوان، يعني البلد سايب لهالدرجه هاي؟ سايب لهالدرجه هاي؟ تستنجد بالقوات الامنيه يقول لك والله مو يمنا، شو يمن؟ يمن؟ شنو دورك انت؟ دورك شنو؟ لهذا الدعوه موجهه للسيد وزير الداخليه. سيطره اللي مدخل الديوانيه لجئنا لهم وقالوا مو يمنا، شوفوا لكم مركز الشرطه روحوا له. وانا قايل من زمان انه الساتر والحافظ الله سبحانه وتعالى. تابع ما علق به عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. حيدر حسين علق وقال أين المحافظ وقائد الشرطة؟ المفروض ذولا الشخصيتين تنزل لمراكز الشرطة لنقاط السيطرات ويشوفون شكو ماكو بعيونهم. أما محمد فيقول شو يسوون الشرطة هسه تطلع سيارة تابعة للأحزاب ما يقدرون كل شي يسوون، هي خربانة بسبب الأحزاب. زامل يقول البلد بيد العصابات والمافيات بس الله الستار. فائز يقول بلد سايب ووصف بمنتهى الدقة، للأسف وصف بمنتهى الدقة، يقول للأسف هذه هي الحقيقة المرة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. دعونا نذهب إلى ملف السرطان في محافظة البصرة، حيث وثق ناشط من المحافظة حالات ارتفاع السرطان في المناطق القريبة من استخراج النفط الحقول، وبالتحديد في منطقة النجيبية. وقال وسط صمت حكومي عن الواقع الذي يعيشه الأهالي هناك والذي تسبب بارتفاع حالات السرطان. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. الله الله بالشعب البصري، موت جماعي وبطيء متوجه إلى البصرة الآن. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين شعلات السرطان والتلوث البيئي وصلت إلى مدينة البصرة. أنا حالياً قبل السيطرة مالي 40 كيلو بمسافة استوني عبرت المطار، صار 5 دقائق يشهد الله ورسوله السرطان متوجه للبصرة. لا حكومة محلية تنادي، لا نواب عن البصرة ينادون، الكل منتهي ملتهي. شلون يخبط آلية الانتخابات مال مجالس المحافظات والخبط والاجتماعات بالغرف المظلمة مستمرة أعزائي المشاهدين. السرطان والشعلات لا زال منتشرة بالبصرة، بالرميلة، بمركز المدينة، بالمدينة، بالزبير، بكل مكان جاي نصيح وزير النفط اسعى سعيك وكد كيدك فوالله لم تمحوا ذكرنا. إذا اشتريت الناس كلها فأنتم غلطانين، إذا الناس كلها عبيد فأنتم غلطانين. سرطان بالعباس، أهل البصرة استغيثوا، الخاطر محمد اصحوا، ولكم اعطوني مستشفى واحدة بنت على حساب حكومة المحلية، اعطوني علاج متوفر، ولكم أنا كلنا ندلهن. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. نبقى مع حالات التلوث في محافظة البصرة، حيث اشتكى مواطنون منطقة الأصمعي من رائحة المياه الكريهة وغير الصالحة للشرب، وتساءل المواطنون عن دور المحافظة والبلدية فيما يحصل من نقص للخدمات الأساسية وخصوصا في فصل الصيف. فنشاهد منطقة الأصمعي ومياه العسالة إلى السيد مدير ماء البصرة أستاذ نزار خويل. خلت الهلا بهاي العالم، يعني هذا الماي شوف خلي يعني كارثة. الماي ريحته أنا تعمدت يعني كارثة، مجاري مياه عاسنة جاي يصب بالماي. يعني بشرفكم وين التلوث البيئي؟ وين صحة المواطنين؟ وين صحة الناس؟ يعني الله شاهد منطقة بيها معاناة كبيرة وكل الأمور بسيطة سهلة
سهله يعني مو صعبه، تتعالج المياه، تسوون المنهولات، ترى هاي الامور مو صعبه. يعني ليش العالم جاي تعيش معاناه؟ اخوان ترى المشغول اللي ما يقدر يشتغل خليه يطلع، خلي عوف الكرسي ويقوم يجي غيره يخدم الناس. يعني منهولات قبق ما بيها، المقرنص دايس، هذا الماي مياه آسنه ومجاري، الى متى تبقى الناس تتحمل هذا العمل المو صحيح؟ في البصرة أيضا وفي منطقة الهارثة حيث التلوث ينتشر في المياه، هناك نقل أحد العراقيين هذا المقطع وبثه على منصات التواصل الاجتماعي، فنتابع. حجم التلوث البيئي في هذا النهر اللي هو نهر اللطيف، طبعا شوفوا هاي بيوت سكنية، كلها بيوت سكنية، شوفوها القاذورات، زين شوفوا حجم النفايات. هذا نهر بنص منطقة سكنية ناهيك عن الروائح، هذا راح ناخذ نصه، هذا هو نهر راح انتهى، انطام واندثر، انتهت معالمه. شوفوا هاي منطقة سكنية، هذا بيت، هاي كلها بيوت منها، شوفوها، وهذا حال النهر، روائح، كثرة حشرات، انتشار الأمراض الجلدية وتحسس، زين، وجرذان وأفاعي، كلها بسبب هذا النهر. شوفوها هذا مقطع، لا أصور لكم الباقي وشوفوا الحشي. دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي مع ارتفاع حالات السرطان في البصرة وازدياد التلوث هناك. خالد وليد المالك يقول أكثر مناطق البصرة مياه الإسالة ملوثة وآسنة ولا يتم متابعتها بالتعقيم من قبل المسؤولين مع الأسف. علي يقول الظاهر حياة المواطن البصري لا تعني شيئا للحكومة، سرطان مو مشكلة، أهم شيء عندنا نافورة راقصة. منتظر باسم يقول أكثر تلوث هو قضاء القرنة وبالأخص المدينة، كل سنة تسجيل إصابات، يقول بلوى. خالد نايف يقول مشكلة أزلية والحلول دائما ترقيعية، البصرة تعطي النفط وتفتقد للماء الصالح للشرب. في الملف الرابع سوف نتحدث حول الخدمات في العراق، حيث وثق مواطن حال التبليط الجديد في شارع المستشفى بقضاء الدير شمالي محافظة البصرة بعد أيام قليلة من انتهاء إكساء الشارع وتبليطه، فلنتابع. محافظة البصرة، هذا جسر الدير، شارع جسر الدير، شوفوا شلون مقطع، الشغل هذا، شوف الشغل هذا، التبليط زفت ما بيحصل، كله هيك الشارع، هذا شغل الدير كله هيك الشغله، كل التبليط كله علاليق وكل كياس كوارتين، هذا شغل الدير، هذا شغل المقاول، شوفه هذا شغل، هذا شوف الزفت وين صعد، صعد على الرصيف، وهذا كل المشخاف. في محافظة النجف وثق أحد الناشطين حال أحد الشوارع الذي تم تبليطه بعد 5 أيام فقط، دعونا نتابع هذه الصور. احنا بدون 60 طن، 5 كيلوات طمسن، هذا التبليط قبالكم صار له 5 أيام، هذا قبالك دورة السيارة راح بالطرف، تعال يا غالي، وهذا تعال، هذا إنجازاتكم، هسا تقول احفر لي من النص، هذا قبالك كله، شلون احفر لك من النص؟ خلنا البس العلاقة، حارمة، اروح لك بيه للنص، امشي لك للنص واطلع ضد الاملاك العامة اني، يابا اذا الشارع واقع حال رضينا 4 أمتار تقصفون متر قابلين، لان واقع حال التبليط هم واقع حال، نوع الاسفلت هم واقع حال، المهندسين هم واقع حال،
من نطلع وتقولون انتم ضد الاعمار واحنا جاي نثبت لكم بان انتم تجيبون شيء وتغشون نبي. ما معقول يا عمي هذا الباسكل ها خابي يقول لك جماعه دايسين ها هذا غلط هذا ربع التبليط شلون عمي تعليقات الجمهور العراقي حول موضوع الخدمات في العراق. أمين الياسري يقول بسبب عدم المتابعة والرقابة والمحاسبة والبعض مسنود من جهات عليا لا يهم سواء كان التبليط رديء أم متوسط. علي هادي يقول هاي ليش هدر بالمال العام لو مسوي صب اسمنت أحسن من هذا التبليط. وسام يقول والله كارثة مهزلة صدق كذب وين المحافظ وين قيم المقام معقولة. حيدر يقول وين رئيس الوزراء عن هذا الخراب وليس الإعمار لذلك يجب عليه إرسال لجان نزيهة ومهنية إلى محافظة النجف. دعونا نذهب إلى تويتر وهاشتاج اليوم حيث أثرت الأنباء عن تسريب أسئلة مادة الفيزياء للصف السادس الأحيائي حالة من الجدل والاندهاش لدى الكثير من العراقيين. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم فضيحة تسريب الفيزياء. نور الهدى تقول خلي تسجل أو خلي يسجل التاريخ أسوأ حقبة زمنية أسوأ وزارة تربية أسوأ نظام أسوأ أسئلة أسوأ وزير أسوأ حماية للأسئلة أسوأ وأسوأ لا ظل حال بالطلاب لا ظل بيهم شغف لا قوة قسم منهار وقسم قوة واقف على رجليه. علي يقول أفشل الوزارات هي وزارة التربية للأسف كما يقول أبد ما مراعين حقوق الطالب لا أجت إن أسئلة مثل الناس ولا التربية تستجيب لمطالبنا حرفيا وزارة التربية بحاجة إلى تربية كما يقول. دعاء تقول وزارة التربية تسرب الأسئلة على شكل مرشحات خلاص كافي نبلع ونسكت. أما تصريح وزارة التربية بأنه ماكو تسريب فخلي تشرب المي وتسكت شي يفيد هالكلام. نيار تقول طالب خطية تعبان ويقرأ سنتين من عطلة الخامس لحد الشهر الامتحانات تاليها يتساوى ويا طالب ما فاتح كتاب الفيزياء وما قاري شي منها تتساءل وين العدل بهذا الموضوع. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.